سيطرت الجماعتان المسلحتان الحركة الوطنية لتحرير أزواد وجماعة أنصار الدين الإسلامية على شمال جمهورية مالي بعد أيام قليلة من انقلاب 22 من مارس الماضي الذي أطاح برئيس مالي المخضرم أمادو تومني توري. ويشمل نطاق نفوذها مناطق كيدال، جاو وتمبوكتو الاستراتيجية في إقليم أزواد. جاء في مذكرة التفاهم التي أعلنت اندماج جماعتين الإعلان عن حل جسميهما التنظيميين وإنشاء المجلس الانتقالي لدولة أزواد الإسلامية، التي شددت المذكرة على الدفاع عن استقلالها مهما كانت الضغوط. وأشارت المذكرة صراحة إلى أن الكيان الجديد المؤلف من الجماعتين يعتبر الإسلام ديانة دولة أزواد المعلنة، وأن القرآن والسنة النبوية هما مصدر التشريع. الاتفاق ولد بعد مباحثات مكثفة أجرتها الجماعتان في مدينة جاو، إحدى أكبر مدن شمال مالي، تخلت خلالها الحركة الوطنية لتحرير أزواد عن طرحها العلماني في قيادة الدولة الوليدة لصالح دعم حركة أنصار الدين التي تكتسب قوتها من سند تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لاستقلال أزواد. من شأن هذه الرابطة زيادة بواعث القلق، أولا تجاه تداعيات الفوضى المتفشية في مالي نفسها بعد انقلاب 22 من مارس، والتي لم تفلح مختلف جهود المجموعات الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في احتوائها، وانتهت فترة 40 يوما التي حددت لرئيس البلاد المؤقت ديون كوندا تراوري لإجراء انتخابات جديدة دون ظهور أي نتائج على الأرض. كما أن قوة التحالف الجديد ودفاعه عن الدولة الجديدة يثير مخاوف كثيرة في المنطقة، خاصة أن شعب الطوارق لا يقتصر وجوده على مالي فقط، بل ينتشر أيضا في الجزائر وليبيا والنيجر وبوركينا فاسو، إلى جانب أن الوضع الحالي يعقد ويصعب كثيرا مهمة أي جهود محلية أو إقليمية أو دولية تبحث في مستقبل شمالي مالي وحتمية عودته لحضن الدولة الأم.